صوت وصورة العمسية. أنت أنت سيدي أبلغني خدامة تشتكي كذا. الدخول المدرسي ديال اش من السنة هادي؟ الدخول المدرسي ديال 2011 2012 ياك؟ موسم 2011 2012. لا احنا دابا عندنا واحد المشكله، عندنا واحد المشكله دابا انه هذا التضامن ديال 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 البحاره خاصو يتزاد فهمتيني، ويحيدوا المشاكل بيناتهم، يكونوا متفقين، ولا العمل ولا الدوام هو العمل الجمعوي والتضامني فهمتيني، التضامني. اما الانسان يبقى دائما كيطرح مشاكل تافهه وكذا فهمتيني، هذاك الشيء هادو غير قلامات ياك، هادو غير قلامات. عامرين كتعمروهم دابا ياك اش كديرو؟ وريني اش كديرو، كديرو دابا ستيلو في المقلمة، ستيلو ازرق، اربعة ستيلوات، اربعة ستيلوات من جرى الغوما الساق متلات مرصاص نشوفو اش كيدير سير بغني كيجمع زيد هيا مقص هيا خريم غاز شنو عندك تما كاين؟ شنو وريني تما وريني اها مد تقرا شتي اش كتدخل تما زيد وريني اش كدير تما كاين؟ اربعة ستيلوات نشوفهم هما اربعة ستيلوات حمر وازرق واخضر ثلاثة المثلثات المثلثات والدائرة هي والساق والمقاس من جرى الغوما قلم الرخص اه والمقاس الغوما هي كلشي بحال بحال كلشي كيف كيف عجيب عجيب. وهنا شنو هادو المحافي اللي الكتب من الكتب لا ماشي كتب هادو دفاتر 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 ديال ديال بيتي فورما غرون فورما فهمتيني اييه انت شوف هاد الدفتر هذا هذا غرون فورما كلشي هادشي غرون فورما هادو المحافظ هادو ديال البنيتات واقيلا كيبانو ليا هادو ديال الدراري ممتازة وصحيحة وفيها البونش فهمتيني، كيف خلينا نشوفوا هذه ديال البنتات شوفوا هذا العمر ثم كندير واحد المثلث وحتى هو يعني كنشوفوا هنا الارقام واضحه مزيانه فيه مزيانه مثلث نصف دائره عفوا حتى هو ثم واحد الممحه ومنجره طبعا وواحد السكوتش كيقدر يحتاجو الطفل ثم مقص اذا هادو هما المقلمه هكذا تكون المقلمه كامله اللي كيحتاجها الطفل اذا هذا هو تقريبا نفس الشيء بالنسبه لكم عندنا كتب ديال بيتي فورما اللي هي من حجم 200 ورقه
فهمتيني عندنا 150 ورقه 24 تلميذ 24 ورقه عاوتاني كذلك 296 100 ورقه 24 100 200 وكاين ديال غران فورما هذا هو زائد المحافظ زائد الحمد لله هنا كان حنا ما كان ما كنديروش الدخول المدرسي يعني 100% للسوده ولكن كنحاولوا ما امكن نخفوا عليه 50% ديال الاتعاب ديال داك الدخول المدرسي على البحري لان الظروف ديال البحري اصبحت صعبه وصعبه جدا خاصه مع التراجع في الثروه السمكيه غلاء المعيشه الكرا يعني هادشي كله كيخلي انه من كيحتم عليه حنا كجمعيه انه نضامنوا مع البحريه والحمد لله هذا كيرجع للبحريه لنفسهم اللي هما متضامنين واللي كيتعاونوا بعضياتهم باش كنوصلوا اليوم هذه هذا هو المثال ديال نقطه بنقطه كيحمل الواد ويعني انه الناس كتعاون والحقيقه احنا بجد فخورين بهذه البحريه اللي كاينين في سيدي افني اللي الحمد لله اليوم متضامنين وكل سنه وبالعكس انه كنشكروا دوك الناس اللي اسسوا هذا العام